اختبارات الفضاء جميل وجميل جدا. السي عبد القادر المطاع قبيله يتكلم عن دائما احنا هذه المساله ديال المؤسسه كنعرفوها. ما نتمنى من الطلاب شي حاجه، لان اهم شيء بالنسبه لنا هو حضور الجميع. هاد لما كما قلت انت جميله جدا، لا يهمنا ما نمشيو ممثلين اكثر من ممثلين، ربما اكثر من انك انت اللي ضاعوا ولا احد من يتكلم عن ما قلت لك انت واحد. انا الاخ قبيل زاف واحد الخبر، انا جمعيه التكافل الاجتماعي قادم، وان شاء الله الرحمن الرحيم خلال شهر ابريل عندنا الدوره الربيعيه، وسميناها الدوره الربيعيه بقنادم بتكريم الاخ والصديق العزيز سي محمد بصاوي. وكنت من ناقشت مع الاخ نور الدين الاخشاني، هو انه الاخ عبد القادر المطاع او الفنان عبد القادر المطاع سيكون من ضمن الناس اللي سيتم تكريمهم في هذا الملتقى الاول لهذه المدينه التي تبعد عن المدينه سانا. دائما احنا في شبكه المقاهي لان نناقش مع الاخ نور الدين الاخشاني، لان اعتبر راسي جزء من الشبكه، لان نتبع الشبكه من البدايه الى يومنا هذا. دائما اننا في جنب الفنان مثل عبد القادر المطاع، حنا فقط ما كنستغلوش بهذه الشبكه، وربما الاخ نور الدين الاخشاني يكون متفق معنا، حنا كنقولوا للفنانين ببساطه، الفنانين ديال من الدرجه الرابعه ومن الدرجه الخامسه ما كنتكلموا حنا مع الفنانين ببساطه. اذا هذه لما كنت قلت لسي عبد القادر المطاع انه جميله جدا، جميله اننا شفناك، جميله اننا شفناك، والبصر لا العمل ماشي هو البصر. يعني الان كنشوفوا مجموعه ديال العمالقه العالم اللي هو وزراء ولكن كيشتغلوا، بمعنى انه ماشي الادوية نهايه العالم، ان واحد فقد بصره او فقد هضرته او فقد رجله او كذا، لا هي نهايه العالم، لا بالعكس، مازال الانسان ربما ان واحد مجموعه ديال الازمة اللي فقدت البصر ديالها، ولكن مازال كاطي. اذا سعد قاد المطاع مازال تعطي، ومازال الحمد لله غادي نشوفوا اعمال، نتمنى ان نشوفوا اعمال اكثر مما كان. وشكرا لكم قلتي اخر الدين. صحيح كيدخلق عماكة ولا نجم كيدخل معروف، كنعرفوهم مطربين وممثلين ورسام. انا كنعرف رسام في اسبانيا مقطع ليه يديه بجوج ورجليه بجوج، ولا واحد ديال اكثر مبيع في العالم بهذاك هذيك الجمعه ديال النسات، كيصوموا به هذيك بطاقة ديال المعايير ديال راس سنة من لوحات ديالو يرسمو بفمه. هادشي المعجزة كي دايرة. إيوا لا خويا حنا ماضيين في الطريق، غادي كيف قلت قبيلة لا أنت كتقول وراء، غادي اللي جات نطحنوها بأي عمل فني ندقوه.